FM. الكلمة ليك. أنا معناها نعشق لي تويت نتاع ترامب على خاطر إل ديز تو سكو تو الموند بونس تو با معناها فهمتني. بون يا ان تويت كي تريز انتيريسون نتاع معناها خليفة حالة نتاع دونالد ترامب في ديسمبر ديرني. اش يقول؟ يقول نحن سنواصل محاربة داعش حتى ولو تحولت إلى شمال أفريقيا. حتى لو تحاولت معناها فهمني ماشي جمله معناها دو بوان دو سيمونتيك سا فدير معناها قاعدين ماشيين لغادي هما فهمني كيفاش. وبالتالي طول الموند سي كيليا ان ديبلاسمون ماتنون دو جروب تري نومبرو من سوريا والعراق نحو معناها ليبيا. كيما فما مجموعات اخرين قاعدين يتم تو ارسالهم الى افغانستان. لي جون نو بارل با بوكو من داعش افغانستان كي ديفوني تري تري بويسون. المهم في المنطقه نتاعنا احنا اليوم فما اعاده تركيز لداعش فهمني. وفي ليبيا بعد ما تم ضرب سرت فما مجموعه من الاسئله طرحناها من احنا ان طونك معناها كو بيرسون يخدموا معناها سور لي كيستيون جيو استراتيجيك. قلنا الناس اللي ماتوا من داعش في سرت وين هم الجثث نتاعهم؟ سي امبورتون معناها باش تعمل معناها لا ريكونيسونس اتيرا و تو مي اجور معناها لا باز دوني نتاعك. مالينا جثث؟ تصور انت معناها بلاد كانوا فيها بين 5000 و7500 مقاتل من داعش نلقاو كان 65 جثه. هذا شنو يعني؟ هذا يعني انه تم اخراجهم كيما تم اخراج داعش من رقه. فهمتني؟ به تم اخراجهم وين مشاو؟ مشاو ثلاث مناطق وهذوما ماهيش تحاليل هذه معلومات. المنطقه اللي مشاو هي منطقه الكفر يعني معناها الجنوب الشرقي على حدود السودان. المجموعه الثانيه مشات المنطقة اسمها الهروج اللي هي منطقة جبلية وعرة لقصة درجة وما تشبه شوية البورا بورا إلى آخره. المجموعة الثالثة وهي الأخطر هي المجموعة اللي جات إلى منطقة اسمها الحمادة الحمراء واللي موجودة ما بين غدامس ورأس جدير. الكلمة ليك.